الممثل الرابع لولاية تلمسان في الدورة 32 لكأس الجزائر. كانت له فرصة الاستقبال على أرضية ميدانه الضيف فريق مولودية العلمة في مقابلة صعب التكهن بنتيجتها النهائية للخصوصيات التي تتميز بها مباريات الكأس وتكافؤ الفرص على قلتها بين عناصر التشكيلتين، وهو ما عرفته أطوار الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة بيضاء بالملعب البلدي للرمشي الذي يبقى بحاجة إلى مكان مفضل يسمح بالتصوير الملائم. الشوط الثاني شهد انتعاشا في القاطرة الأمامية لمولودية العلمة، وكاد اللاعب دلهوم أن يصنع الفارق لولا التدخل الموفق لحارس اتحاد الرمشي بالرايح. من جهته لاعب اتحاد الرمشي قبلي وبعد محاولاته في منطقة العمليات لمولودية العلمة أعلن في إحداها حكم اللقاء إبراهيم عن ضربة جزاء لصالح المحليين، والتي حولها بنجاح اللاعب بالنصر إلى هدف التقدم في الدقيقة 73. رد فعل عناصر العلمة لم يكن ذا فعالية في صورة الكرة الثابتة التي نفذها اللاعب زيتوني وطرد اللاعب بحافر من العلمة، وهذا في الدقيقة ما قبل الأخيرة من الوقت الرسمي للمقابلة التي انتهت بتأهل اتحاد الرمشي، بينما ودعت مولودية العلمة منافسة الكأس مبكراً.